اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 5 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعضنا ليسون 4 في يونت 3 اللي بعنوان Area of a Rhombus in terms of its diagonal lenses. الدرس بتاعنا النهارده هنتعرف ازاي نجيب الاريا للرومبس. يلا مع بعضنا نبدا الدرس ونتعرف اكتر على الرومبس. الرومبس يا اولاد زي كل الاشكال اللي درسناها في اليونت برضو متكون من 4 سايدز يعني كوادريلاترال. بنلاحظ فيه حاجة مهمة ان في شبه كبير ما بينه وما بين البريوجرام، بس بيختلف عن البريوجرام في ان كل السايدز بتاعته ايكوال. يبقى لما نيجي نعرف الرومبس هنقول ايه؟ هنقول ان الرومبس عبارة عن بريوجرام whose four sides are equal in length. يعني الـ AB قد الـ BC قد الـ CD قد الـ AD. يعني هو زي السكوير؟ لا، هو مختلف عن السكوير. السكوير برضو كل السايدز اللي بره ايكوال، ولكن كل الانجلز اللي جوه 90 ديجريز. ايه الحاجه الثانيه المهمه عندي اللي في الرومبس؟ ان التو دياجونالز بتوعه هما الاثنين بيربنديكولار، وهما الاثنين بايسكت ايتش اذر. زي مين؟ زي السكوير. السكوير برضو كان التو دياجونالز هما الاثنين كانوا بيعملوا انجل 90 مع بعض، وكانوا هما الاثنين بيحصل لهم انترسكشن في النص بالظبط. يعني الحته دي كده قد الحته دي، والحته دي قد الحته دي. لكن ايه الاختلاف اللي موجود عندي في الرومبس عن السكوير؟ ان التو دياجونالز في عندي واحد كبير وفي عندي واحد صغير، لكن في السكوير كان التو دياجونالز هما الاثنين قد بعض بالظبط. يعني هنا انا عندي دي 1 ودي 2 مختلفين عن بعض، لكن في السكوير كان عندي التو دياجونالز قد بعض. هقول تاني كده سريعا الخصائص بتاعت الرومبس. الرومبس عبارة عن باريوجرام بس كل السايدز بتاعته ايكوال. الباريوجرام كان عندي سايد كبير وسايد صغير، لا الرومبس هو باريوجرام بس كل السايدز بتاعته قد بعض. طيب ايه الاختلاف ما بينه وبين السكوير؟ الاختلاف ما بينه في الدياجونالز. هنا عندي دياجونال كبير ودياجونال صغير. السكوير كان التو دياجونالز هما الاثنين ايكوال. طيب لو حبينا نعرف القانون بتاع الاريا بنقول ايه؟ احنا قلنا ان في شبه كبير ما بينه وما بين البريوجرام، وفي شبه كبير ما بينه وبين السكوير، فهنلاقي ان القانون بتاع الاريا بتاعه ممكن يشتغل زي القانون بتاع البريوجرام، وممكن يشتغل بقانون تاني هنشوفه دلوقتي زي القانون بتاع السكوير بالظبط. احنا عندنا في الرومبس هنقول ان السايد لينس ب ال، يبقى ده ال وده ال عشان الاثنين زي بعض، يبقى دول تو بيزز. البيز دي زي البيز دي بالظبط. طب بالنسبه للكورسبوندنج هايت هل هيختلف؟ لا مش هيختلف، هيبقى عندي هايت واحد بس. يبقى نجيب الاريا ازاي؟ نقول على طول السايد لينس تايمز الايه؟ الهايت. ما بنقولش بقى هنا تايمز الكورسبوندنج هايت لان هو هايت واحد. امتى كنت بقول كورسبوندنج؟ لما كان عندي بيز كبيره تشتغل مع هايت صغير، ولما كان عندي بس صغيره تشتغل مع هايت ايه؟ هايت كبير. يبقى اول قانون عندنا عشان نجيب الاريا للرومبس بنقول ان بي ايكوالز السايد لينس تايمز الهايت. طيب لو اداني الاريا وعايز يجيب السايد لينس اعمل ايه؟ زي ما اتعودنا في درس الايكويشن نودي الاتش تحت الاي بالديفيجن، يعني ال هت ايكوالز الاي ديفايدد الاتش. طيب ولو طلب الاتش اعمل ايه؟ اقول الاريا divided الـ L. يلا مع بعضنا نشوف example 1. بيقول لي the perimeter of a rhombus is 20 centimeters and its height is 4. Find its area. احنا قلنا ان الـ area بتيكوالز الـ length او side length times الـ height. الـ height عندي هنا موجود. هل الـ side length موجود؟ لا مش موجود، مديني البريمتر. طب البريمتر بتاع الرومبس ايكوالز ايه؟ سهلة، البريمتر بتاع الرومبس ايكوالز 4 تايمز ال L، لأن السايدز كلهم بتاعته ايكوال. طب أجيب ال L ازاي؟ من درس الإيكويجن ال 4 تروح الناحية التانية بالايه؟ بالديفيجن، بالديفايدد 4. يعني اللينس هي ايكوالز معانا البريمتر ديفايدد الايه؟ ال 4 اللي هو كام؟ اللي هو 20 ديفايدد ال 4 اللي هي 5 سنتيمتر. يبقى سهل عليا اجيب الاريا دلوقتي اللي هي ال L تايمز ال H اللي هي هتبقى 5 سنتيمتر
تايمز 4 سنتيمتر اللي هي 20 سنتيمتر سكوير. طيب يلا نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لي ذا سايد لينث اوف رومبس از 5، مديني كده السايد لينث اللي هو ال، اند اتس اريا از 45، عايز الهايت. القانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاريا ايكوالز اللينث تايمز مين؟ الهايت. عايزين مين؟ الهايت. يبقى ودي ال على طول هنا بالديفيجن، يعني الهايت هي ايكوالز الاريا ديفايدد اللينث اللي هي 45 ديفايدد ال5 اللي هي 9 سنتيمتر. يلا نشوف مسائل التروي. مديني جدول ظريف كده، مديني فيه ال، مديني فيه الاتش، ومديني فيه الاي. هنا مديني اللينث ومديني الهايت. اجيب الاريا ازاي؟ الاريا عباره عن اللينث تايمز الهايت، يعني نقول 5 تايمز 3 اللي هي 15 سنتيمتر سكوير. طيب لو اداني الاريا واداني اللينث اجيب الهايت ازاي؟ اعمل ديفيجن، اقول ان الهايت عباره عن الاريا ديفايدد اللينث اللي هي 36 ديفايدد ال 9 اللي هي 4 سنتيمتر. طب ولو اداني الاريا واداني الهايت وقال لي هات ال اجيبه ازاي؟ برضه سهله، اعمل ديفيجن على الاتش، يبقى الاريا ديفايدد الاتش اللي هي كام؟ 24.5 ديفايدد الايه؟ ديفايدد ال5. 24 ديفايدد 5 يديني 4، حط الديسمال بوينت ويبقى عندي 4. ال4 تتحط جنب الايه؟ جنب ال5، تبقى 45 ديفايدد 5 تديني 9. يلا مع بعضينا نشوف القانون الثاني اللي ممكن نجيب بالاريا للرومبس. احنا قلنا ان الرومبس شبه الباريوجرام وشبه السكوير، واول قانون خدناه اللي هو القانون اللي اعتبرنا فيه ان هو شبه الباريوجرام. طيب لو انا بصيت للرومبس وقلت ان هو هنقرب شكله من السكوير، ان كل الفور سايدز بتوعه ايكوال، يبقى الاريا بتاعته ايكوالز ايه؟ كنا واخدين في السكوير ان الاريا بتيكوالز هاف تايمز دي تايمز دي، ودي كانت الدياجونال. برضو هنا نفس القانون هنعمله، هنقول ان الاريا بتاعت الرومبس بتيكوالز هاف البرودكت اوف اللينسز اوف اتس تو دياجونالز، بس هيكون عندي دياجونال صغير ودياجونال كبير. يبقى هو نفس القانون، بس هنلاقي قيمتين للدياجونالز، وما ننساش ان الدياجونالز عندي بايسكت اتش اذر، يعني الجزء ده قد الجزء ده والجزء ده قد الجزء ده. يلا مع بعضنا نشوف example 2. بيقول لي find the area of each of the following rhombuses. اول شكل عندي مديني السايد لينث ومديني الهايت، يبقى الاريا على طول هت equals ال L times ال H اللي هي كام؟ هيبقى 6 times ال 4 اللي هي 24 سنتيمتر سكوير. طب يلا هنا نفس الكلام، مديني بيز ومديني هايت. طب الهايت ده نازل على البيز ديت، هل احنا عارفين البيز ديت؟ طبعا، هو بيقول لي رومبسز يعني كل السايدز زي بعض، يعني دي كمان 10 سنتيمتر. يبقى انا عندي الاريا هات ايكوالز 10 تايمز 7 اللي هي 70 سنتيمتر سكوير. لو جالي بقى التو دياجونالز وعايز اجيب الاريا عن طريقهم اعمل ايه؟ نقول كده الاريا بت ايكوالز 1 اوفر 2 تايمز دي 1 تايمز دي 2 اللي هي 1 اوفر 2 تايمز الدي 1 عندي بكام؟ ب 12. الدي 2 عندي بكام؟ 18. ده يديني 1 ده يديني 9. 12 تايمز ال 9 108 سنتيمتر سكوير. طيب يلا هنا برضو ده رومبس مش مديني السايد لينث، مديني الدياجونالز. هل هو مديني الدياجونالز؟ هو مديني نصه، واحنا عارفين ان الجزء ده قد الجزء ده، يعني دي كده لو 4 يبقى دي كده كمان 4 سنتيمتر، ولو دي كده 3 يبقى دي كده كمان 3 سنتيمتر. يبقى انا عندي دي 1 وعندي دي 2 بكام؟ الدي 1 اهو ب 6، 3 و 3 6 سنتيمتر، والدي 2 4 و4 يبقى 8 سنتيمتر. يبقى الاريا عندي عباره عن هاف تايمز دي 1 تايمز دي 2 اللي هي هت ايكوالز 1 اوفر 2
تايمز ال 6 تايمز الايه ال 8 ده يديني 1 ده يديني 4 6 تايمز 4 يبقى 24 سنتيمتر سكوير. اكزامبل 3 بيقول لي which is greater in area, a triangle which has a side length of 25 and the corresponding height to this side is 6 centimeters, يعني مديني البيز لينث ومديني الهايت, or a rhombus whose lengths of diagonals equal 8 و15. يبقى عندي تريانجل هجيب له الاريا وعندي رومبس هجيب له الاريا ونشوف مين الجريتر. اول حاجه نجيب الاريا اوف تريانجل, يبقى ذا اريا اوف ذا تريانجل ايه هو القانون بتاع الاريا بتاع التريانجل؟ هاف البيس تايمز الهايت اللي هي 1 اوفر 2 تايمز البيس بكام؟ 25. الهايت بكام؟ ب 6. ده يديني 1 ده يديني 3. 25 تايمز 3 ب 75 هيبقى سنتيمتر سكوير. يلا نجيب الاريا بتاعت الرومبس, ذا اريا اوف ذا رومبس هت ايكوالز ايه؟ هنا مديني الدياجونالز يبقى هاف تايمز دي 1 تايمز دي 2 اللي هي 1 اوفر 2 تايمز 8 تايمز 15 ده يديني 1 ده يديني كده 4 تايمز ال 15 يديني 60 سنتيمتر سكوير. واضح ان الاريا بتاعت التريانجل اكبر من الاريا بتاعت الرومبس, يبقى نكتب كده the area of the triangle is greater than the area of the rhombus. The area of the triangle is greater than the area of the rhombus. يلا نشوف مسألة تروي. يقول لي which is greater in area, a rhombus whose diagonal lengths are 16 و18 or a square whose diagonal length is 17. في الرومبس لازم يديني 2 diagonals عشان هما الاثنين مختلفين, لكن السكوير التو diagonals زي بعض, فلو اداني واحد منهم عرفت التاني. يلا نجيب الاريا of the rhombus, the area of the rhombus هيبقى 1 over 2 times d1 times d2. لازم نكتب القانون في أي مسألة, يبقى 1 over 2 times 16 times 18 ده يديني 1 ده يديني 9. يلا 6 times 9 54 4 when carry up 5 1 times 9 يديني 9 و 5 يديني 14 سنتيمتر سكوير. والأريا بتاعت السكوير نكتب كده the area of the square had equals 1 over 2 المرة دي times d times d عشان هما الاثنين قد بعض, يبقى had equals 1 over 2 times 17 times 17. لما نيجي نعملها على الكالكوليتر هتطلع معانا 144.5 سنتيمتر سكوير, يعني اكبر منه بحتة صغيرة قوي بهاف سنتيمتر. يبقى مين الجريتر؟ الاريا بتاعت السكوير, يبقى ذا اريا اوف ذا سكوير از جريتر ذان ذا اريا اوف ذا رومبس. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك, ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة. يلا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي complete
The area of the rhombus equals the side length times the A, the height. هنا ما بقولش corresponding height لأن ال heights في الرومبس متساوية بالنسبة لل two bases يبقى times the height. القانون الثاني the area of the rhombus equals half times the product of its diagonals. اللي بعديها if the lengths of the diagonals of a rhombus are 20 centimeters or 10 يبقى الاريا بكام؟ هيبقى 1 over 2 times d1 times d2 اللي هي 1 over 2 times 20 times 10 ده يديني 1 ده يديني 10 يبقى 100 centimeters square. اللي بعديها a rhombus of side length 12 and its height is 4 then its area is a length times the height اللي هي هتيكوالز معانا 12 times 4 اللي هي 48 سنتيمتر سكوير يبقى هنا 48. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي find the area of each of the following rhombuses. عندي هنا rhombus مديني البيز ومديني الهايت يبقى القانون اللي هو بيز تايمز هايت على طول. يعني الاريا هنا هت equals length تايمز الهايت ال L طبعا اللي هو السايد لينث بتاع البيز يبقى 9 تايمز 8 ب 72 سنتيمتر سكوير. يلا هنا نفس الكلام مديني السايد لينس ومديني هايت. طيب الهايت ده نازل على البيز ديت. طب ما البيز ديت في الرومبس قد دي بالظبط يبقى دي كمان 8 سنتيمتر. يبقى انا عندي هنا الاريا هت ايكوالز لينس تايمز هايت اللي هي 8 تايمز 4 اللي هي 32 سنتيمتر سكوير. طب يلا هنا ادي عندي البيز فين الهايت؟ الهايت عندي جاي لي من بره نازل من هنا ممكن ينزله لي من هنا بس هو عايز ينزله من هنا مفيش مشكله هو طالما بيربنديكولار على دي يبقى نازل على البيز ديت والبيز ديت قد البيز ديت يبقى دي برده 7 سنتيمتر يبقى الاريا عندي هنا لينس تايمز هايت يعني 7 تايمز 5 اللي هي 35 سنتيمتر سكوير. اللي بعديها هنا ابتدى يديني الدياجونالز مديني التو دياجونالز يبقى الاريا 1 over 2 times d1 times d2 يبقى 1 over 2 times 16 times 12 ده يديني 1 ده يديني 8 تبقى 96 سنتيمتر سكوير. يلا هنا مديني سايد لينس ومديني هايت. طب ما السايد لينس ده 12 ده قد ده قد ده قد ده يبقى هنا برضو 12 سنتيمتر يبقى الاريا عندي هنا هت equals the side length times the height اللي هي 12 times 6 which is 72 سنتيمتر سكوير. يلا هنا مديني السايد لينث ده ومديني الهايت ده الهايت ده نازل عني بيز على البيز ديت طب وهي كام 6 برضو لان الرومبس كل السايدز بتاعته are equal يبقى انا عندي لينث ب 6 وهايت ب 3 يبقى الاريا length times the height 6 times 3 اللي هي 18 سنتيمتر سكوير. يلا اللي بعد كده هنا مديني هاف الدياجونالز واحنا عارفين ان الجزء ده كده قد الجزء ده والجزء ده كده قد الايه الجزء ده يبقى هنا 6 وهنا 6 وهنا 8 وهنا 8 يبقى انا عندي دياجونال 12 وعندي دياجونال 16 يبقى الاريا عباره عن هاف تايمز دي 1 تايمز دي 2 اللي هي 1 اوفر 2 times 16 times 12 ده يديني 1 ده يديني 8 اللي هي 96 سنتيمتر سكوير. طيب يلا هنا الحته دي بس 4.6 يبقى دي زيها 4.6 الحته دي 7.2 يبقى دي كمان 7.2 يبقى الاريا عباره عن 1 over 2 times الدياجونال ده كله 14.4 الدياجونال ده كله هيبقى 9.2 لما نيجي نعملها على الكالكوليتور هيدينا 66.24 سنتيمتر سكوير. طيب يلا هنا نبص بقى ايه ال 7 سنتيمتر دول دي المسافه من اول هنا لحد هنا طب ما المسافه دي هي بالظبط من اول هنا لحد هنا يبقى دي كمان 7 وطالما الجزء ده 7 يبقى ده زيه كمان 7 دي كلها 12 اللي هي مين اللي هي قد الدياجونال ده كله يبقى كل الدياجونال ده 12 يبقى الاريا عباره عن 1 اوفر 2
times 12 times 7 plus 7 14. ده يديني 1 ده يديني 7. 12 times 7 84 سنتيمتر سكوير. المساله اللي بعد كده بيقول لي a rhombus of side length 6 اللي هو ال L and its height is 5. find its area. سهله قوي. ال area equals the length times the height او ال base times the height اللي هي كام؟ 6 times the 5 يدينا 30 سنتيمتر سكوير. اللي بعديها the lengths of the diagonals of a rhombus are 3.4 و 5.5. هنا مديني 2 diagonals. يبقى الاريا بكام؟ الاريا عبارة عن 1 over 2 times D1 times D2 اللي هي 1 over 2 times 3.4 times 5.5. ده يديني 1 ده يديني 1.7. لما نيجي نعملها على الكالكوليتر هيطلع 9.35 سنتيمتر سكوير. طيب يلا اللي بعديها. يقول لي if the area of a rhombus is 26 and its side length is 6.5. عايز ال height. طيب انا عندي ال area equals side length times مين؟ ال height. عايزين ال height اعمل ايه؟ اجيب ال L في الدينومينيتور. يعني ال height هي equals معانا ال area over ال L اللي هي 26 over 6.5 اللي هتدينا 4 سنتيمتر. يلا اللي بعديها. مديني الهايت للرومبس 10 ومديني الاريا وعايز السايد لينس. طب انا الاريا ايكوالز ال ال تايمز الايه؟ الاتش. عايز اي واحد من دول هقول الاريا ديفايدد التاني. هو مديني الهايت الاتش عايزين ال ال يبقى ال ال عباره عن الاريا ديفايدد الاتش اللي هي 54 ديفايدد ال 10 اللي هي 5.4 سنتيمتر. يلا اللي بعد كده. The area of a rhombus is 20 سنتيمتر سكوير ومديني ال length of one of its diagonals is كام؟ is 5. Then find the length of the other diagonal. هنا هنستعمل الصورة التانية من القانون اللي هي ايه؟ twice ال area equals d1 times ايه؟ d2. احنا عندنا القانون بتاعنا ال area equals 1 over 2 times d1 times d2. خدنا ال 2 من تحت وديناها مع الايه؟ مع الايه؟ زي ما عملنا في الدرس بتاع السكوير بالظبط. احنا عايزين مين؟ الاذر دياجونال. نقول مثلا اللي هو ال دي 2. يبقى ال دي 2 هي ايكوالز معانا توايس الاريا اوفر ال دي 1 اللي هي 2 تايمز 20 ديفايدد ال 5. ده يديني 1 ده يديني 4. 2 تايمز 4 يبقى 8 سنتيمتر. اكسرسايز 8 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج تيبل. هنا مديني الدياجونال لينس وهنا مديني اللينس بتاع الاذر دياجونال وعايز الاريا. احنا عارفين ان الاريا equals 1 over 2 times d1 times d2. يبقى الاريا هنا هت equals معانا 1 over 2 times 3 times 5.4. لما نيجي نعملها على الكالكوليتور هتطلع معانا 8.1 سنتيمتر سكوير. طيب لو جه اداني الاريا واداني دياجونال وعايز التاني اعمل ايه؟ نستعمل الصوره الثانيه بتاعت القانون اللي هي توايس الاريا equals d1 times d2. لو عايزين d1 نقول twice the area over d2 ولو عايزين d2 بنقول twice the area over d1. يبقى الدياجونال هنا هي equals معانا 2 times 4.6 divided 2.3. ده يديني 1 ده يديني 2 اللي هي 4 سنتيمتر. يلا هنا عايزين الايه؟ الاريا. بس ناخد بالنا هنا بيقول لي ملي متر سكوير وهنا في عندي سنتيمتر وهنا عندي ملي متر. يبقى نحول الملي متر لسنتيمتر او العكس. الاريا عايزها بالملي متر يبقى نحول السنتيمتر لملي متر. 3 سنتيمتر اللي هم ايه؟ 30 ملي متر. يبقى الاريا عندي هت ايكوالز 1 اوفر 2 تايمز 24 تايمز ال 30. لما نيجي نعملها على الكالكوليتر هيطلع معانا 360 متر سكوير. طيب يلا بص هنا، انا عندي هنا ديسيمتر والاريا بالديسيمتر وعندي هنا بالسنتيمتر وعايز الاذر دياجونال. يبقى نخلي دي بالديسيمتر 27 سنتيمتر. بالديسيمتر تبقى قد ايه؟ نعمل 27 ديفايدد 10 اللي هي 2.7 ديسيمتر. يبقى الاذر دياجونال توايس الاريا يعني 2 تايمز 8.1 اوفر 2.7.
لما نيجي نعملها على الكالكوليتر هيطلع معانا 6 ايه ديسيمتر. طيب هنا متر سكويرد وهنا متر، عايز ده بالسنتيمتر، بعد ما نجيبها بالمتر نحولها بالسنتيمتر، برضو توايس الاريا 2 تايمز 3.4 ديفايدد 1.7 ده يديني 1 ده يديني 2 يديني 4 متر، 4 مترز اللي هي 400 سنتيمتر. يلا نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لي which is greater in area, a triangle of base length 10 و height 6 ولا rhombus whose side length 7 وال height 4. هنا اكني بحل مسالتين، اجيب الاريا بتاعت التريانجل واجيب الاريا بتاعت الرومبس واقارن ما بينهم. نكتب كده the area of the triangle هات equals half times the base times the h اللي هي 1 over 2 times 10 times 6 ده يديني 1 ده يديني 3 يديني 30 سنتيمترز سكويرد. الاريا بتاعت الرومبس the area of the rhombus هت equals معانا ال length times the height اللي هي هت equals ايه؟ ال length عندي ب 7 وال height عندي ب 4. 7 times 4 يبقى 28 سنتيمتر سكوير. يبقى واضح ان الاريا بتاعت التريانجل اكبر من الاريا بتاعت الرومبس، يبقى the area of the triangle is greater. يلا المسألة اللي بعديها. بيقول لي which is smaller in area؟ وناخد بالنا بيقول لي smaller، أول مرة يجيبها لي، دايما بيقول لي greater، المرة دي بيقول لي اللي smaller. هو أنا بختم المسألة ناخد بالنا. A rhombus whose diagonal lengths are 8 و 5 ولا square whose diagonal length is 7 سنتيمترز. نجيب الاريا بتاعت الدياجونال والاريا بتاعت السكوير. هنا القانونين زي بعض بالظبط، اللي هي 1 over 2 times d1 times d2. في الرومبس مختلفين، في السكوير الدياجونال d1 زي d2 الاثنين هيبقوا ب 7. يبقى نعمل كده the area of the rhombus equals one over two times d1 times d2 اللي هي one over two times the 8 times the 5 ده يديني 1 ده يديني 4 اللي هي 20 سنتيمتر سكوير. بعد كده the area of the square equals one over two times d times d اللي هي بكام؟ 1 over 2 times 7 times 7 اللي هي هتدينا 24.5 سنتيمتر سكوير. يبقى واضح طبعا ان الاريا بتاعت الرومبس هي اللي سمولر، يبقى the area of the rhombus is smaller. مسألة اللي بعد كده بيقول لي which figure has greater area, a parallelogram whose base length 5.4 and its corresponding height is 4.1. وزي ما انتم شايفين البريلوجرام بيقول لي كلمة corresponding لأن كل بيز ليها height خاص بيها، لكن في الرومبس مش هيقول لي corresponding، هيديني البيز ويكتب لي الهايت على طول عشان هو height واحد بس. Or a rhombus whose diagonal lenses 5.4 و 4.1. نجيب الاريا هنا ونجيب الاريا هنا ونقارن. اول حاجه البريلوجرام ذا اريا اوف ابريلوجرام هات ايكوالز معانا البيز تايمز الهايت اللي هي هات ايكوالز معانا 5.4 الكلام ده تايمز 4.1. لما نيجي نعملها على الكالكوليتور هتدينا 22.14 سنتيمتر سكوير. يلا نشوف الاريا بتاعت الرومبس the area of the rhombus هو مديني الدياجونال لينسز يبقى 1 over 2
times d1 times d2 اللي هي 1 over 2 times 5.4 times 4.1 اللي هي هتدينا 11.07 سنتيمتر سكوير. واضح طبعا ان الاريا بتاعت البريوجرام اكبر، يبقى the area of the barogram is greater. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي find the area of a rhombus of side length 8 and its height equals twice its side length. عايز الاريا، يبقى لازم نجيب ال L ونجيب ال H. طيب بيقول لي side length 8، يعني ال L بكام؟ ب 8. طب ال H بكام؟ بيقول لي ال height equals twice its side length twice، يعني 2 times side length يعني ال L، يعني ال H هت equals 2 times ال L اللي هي 2L، اللي هي 2 times 8 equals كام؟ 16. يبقى ال area هت equals ال length times ال H اللي هي 8 times 16. 8 times 6 48. 8 ونكاري اب ال 4. 8 times 1 is 8 و4 يديني 12 سنتيمتر سكوير. يلا نشوف اللي بعد كده. يقول لي find the area of a rhombus if the length of its smaller diagonal is 3 and its greater diagonal equals 3 times a smaller one. هنا مديني ال D1 بكام؟ ب 3 سنتيمتر. طيب ال D2 بيقول لي عليه ايه؟ بيقول لي ان هو بي ايكوالز 3 تايمز سمولر 1. كلمه 3 تايمز يعني كده 3 تايمز، يبقى 3 تايمز الايه؟ ال D1 اللي هي 3 تايمز ال D1 بكام؟ ب 3. يبقى كام؟ يبقى 9 سنتيمتر. عايزين الاريا، الاريا 1 اوفر 2 تايمز D1 تايمز D2 اللي هي 1 اوفر 2 تايمز 3 times 9 اللي هي 27 over ال 2 اللي هي 13.5 سنتيمتر سكوير. المسألة اللي بعد كده بيقول لي find the area of the rhombus whose perimeter is 36 and its height is 5.2. ناخد بالنا هنا بقى مديني البريمتر. طيب احنا عندنا الاريا لما بيديني الهايت، الاريا بتيكوالز ايه؟ side length times الهايت. طب اجيب السايد لينس ازاي؟ هو مديني الهايت، هل هو مديني هنا السايد لينس؟ هو مديني معلومه ثانيه اللي هي البريمتر. طب البريمتر عندي بيكوالز ايه؟ ايكوالز 4 تايمز ال L. ليه؟ لان الرومبس المفروض ان ايه؟ كل السايدز بتاعته قد بعض. طب لو عايزين نجيب ال L اجيبها ازاي؟ اودي ال 4 هنا بالديفيجن، يعني ال L ايكوالز البريمتر ديفايدد الايه؟ ال 4، يعني 36 divided ال 4 اللي هي 9 سنتيمتر. يبقى احنا كده عرفنا نجيب السايد لينس لما يديني الايه؟ البريمتر. اجيب بقى الاريا على طول اللي هي ال L تايمز ال H اللي هي 9 تايمز 5.2 اللي هي هتديني 46.8 سنتيمتر. يلا نشوف اللي بعد كده. يقول لي find the area of a rhombus with diagonal lenses 7 و 9 and its height is 5. find its side length. يعني الأول هنجيب الاريا وبعد كده أجيب السايد لينس بتاعه. الاريا عندي هت equals 1 over 2 times D1 times D2 اللي هي 1 over 2 times 7 و 9 times 7 times 9 اللي هتدينا 63 divide 2 اللي هي 31.5 سنتيمتر سكوير. طيب عايزين بقى السايد لينس، هو انا الاريا مش بتيكوالز ال L تايمز ال H؟ هو مديني ال H وانا جبت الاريا، يبقى نجيب ال L ازاي؟ يبقى ال L عباره عن الاريا divided ال H اللي هي كام؟ 31.5 اللي احنا جبناها divided ال 5 اللي هي هتديني كام؟ اللي هي هتديني 6.3 سنتيمتر. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي if the area of a parallelogram with base length 12 and its corresponding height is 6، مالها الاريا دي؟ is equal to the area of a rhombus with a diagonal length 10 then find the other diagonal.
علشان اجيب الاذر دياجونال عايز الاريا. طب الاريا هو مدهاني هو بيقول لي ان هي بتيكوالز الاريا بتاعت البريجرام ده، يبقى انا الاول اجيب الاريا بتاعت البريجرام وبعد ما اجيبها اقول ان هي هي زي الاريا بتاعت الرومبس وبعد كده اجيب الدياجونال الثاني. يبقى اول حاجه ذا اريا اوف ذا بريجرام از equals الـ A base times height اللي هي 12 times الـ 6 اللي هي 72 سنتيمتر سكوير. نقول ايه بعد كده؟ the area of the rhombus equals the area of the parallelogram equals ايه؟ 72 سنتيمتر سكوير. طب انا عندي twice الاريا equals d1 times d2، يبقى الدياجونال اللي احنا عايزينه d2 equals ايه؟ twice الاريا over d1. طب twice الاريا يعني كام؟ يعني 2 times 72، والدياجونال الثاني بكام؟ ب 10 اللي هت equals هنا 2 times 2 يديني 4، 2 times 7 14 divided 10 يبقى 14.4 سنتيمتر. المساله اللي بعد كده بيقول لي 2 pieces of land have the same area، عندنا قطعتين ارض ليهم نفس الاريا. The first is in the shape of a square and the second is in the shape of a rhombus. واحده سكوير والثانيه رومبس والاثنين ليهم نفس الاريا. الرومبس عندي with diagonals equal 8 and 16، عايز البريمتر بتاع السكوير. يبقى الاول اجيب الاريا بتاعت الرومبس اللي هي هي اريا السكوير، وبعد كده اجيب السايد لينث بتاع السكوير، وبعد كده نجيب البريمتر. يبقى ذا اريا اوف ذا رومبس ايكوالز وان اوفر 2 تايمز دي 1 times d2 اللي هي 1 over 2 times 8 times 16 ده يديني 1 ده يديني 8 اللي هي 64 سنتيمتر سكوير. The area of the square equals the area of the rhombus. equals كام؟ 64 سنتيمتر سكوير. طب الاريا بتاعت السكوير كانت بتيكوالز ايه؟ السايد لينث تايمز السايد لينث. الاريا اوف ذا سكوير بتيكوالز السايد تايمز السايد، يعني 64 ايكوالز السايد تايمز السايد. ها مين هم التو نمبرز اللي زي بعض اللي عامل لهم مالتيبليكيشن يطلع 64؟ برافو، 8 تايمز 8 يبقى ذا سايد لينث ايكوالز كام؟ ايكوالز 8 سنتيمتر. ها عايزين البريمتر، سهله، يبقى ذا بريمتر اوف ذا سكوير ايكوالز 4 تايمز الايه؟ الاس اللي هي 4 تايمز ال 8 يعني 32 سنتيمتر. يلا نشوف اللي بعد كده. يقول لي if the perimeter of a rhombus is 24 and its area is 30 find the height. سهله، الرومبس اهو. دايما لما نيجي نرسم الرومبس يا اولاد بنرسمه بالمنظر ده، ما ارسموش كده لان الرسمه دي بتاعت البريلوجرام. دايما الرومبس بعمل الايه؟ الانجل فوق كده، بعمل 8 و7، لكن ده شكل البريلوجرام. طيب هنا السايد لينسز كلها ال ال وال ال بلس ال ال بلس ال كلهم 24. انا عندي البريمتر ايكوالز 4 تايمز السايد لينس، يبقى السايد لينس بكام؟ اودي ال 4 هنا بالديفيجن عشان معمول هنا مالتيبليكيشن، يبقى السايد لينس عباره عن البريمتر ديفايدد ال 4
اللي هي 24 divided 4 يديني 6 سنتيمترز. سهل دلوقتي اجيب الهايت لان انا عندي الاريا. احنا قلنا ان الاريا equals ال L times ال height. طب انا عندي ال L اجيب الهايت ازاي؟ اودي ال L تحت ال A. يعني ال height عبارة عن الاريا over ال L. الاريا عندي بكام؟ 30. وال L بكام؟ 6. اللي هي كام؟ 5 سنتيمترز. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي the side length of a rhombus is 5 and its height is 4.8. حلو قوي، مديني ال L ومديني ال H، اقدر اجيب ال A. And the length of one of its diagonals is 6. عايزين ال other diagonal. يبقى في الاول اجيب ال A ونروح نعوض في القانون بتاع ال diagonals. ال area عندي بت equals L times H اللي هي كام؟ 5 times 4.8 اللي هي كام؟ هتديني 24 سنتيمترز سكويرد. يلا وانا عندي twice ال area equals D1 times D2. عايزين واحد منهم اللي هو D2، يبقى twice ال area over ال D1 يبقى 2 times 24 over ال D1 بكام؟ ب 6. ده يديني 1، ده يديني 4. 2 times 4 ب 8 سنتيمترز. المسألة اللي بعد كده بيقول لي في الاوبوزيت فيجر the area of the rhombus A B C D whose side length is 10. يعني ده كده ب 10، وطالما ده ب 10 يبقى ده برضه ب 10 وده برضه ب 10 وده كله برضه 10 سنتيمترز. And diagonal lengths are 16 و 12. يعني مديني اللينس ده ومديني الدياجونالز، ايه اللي عايزه؟ The length of each of DE DE and DF. وبعد كده بيقول لي what can you say about the heights of rhombus. عايزين نجيب الهايت ده ونجيب الهايت ده، يعني هنعتبر ده H1 وهعتبر ده H2. طبعا ده 10 وده برضو ايه؟ 10 سنتيمترز. طيب الاول اجيب الاريا. الاريا عندي equals 1 over 2 times D1 times D2 اللي هي 1 over 2 times D1 مدهوني مدهوني بكام؟ ب 16. D2 مدهوني ايوه ب 12. ده يديني 1 ده يديني 8 يبقى 96 سنتيمتر سكوير. طيب هو احنا يا اولاد مش قلنا ان الرومبس زي البريوجرام في الاريا؟ يعني الاريا بتاعت الرومبس ايكوالز برضه بيس تايمز هايت، وانا عندي البيز اهو، يبقى الهايت اللي هو الدي اي بكام؟ يبقى الدي اي هي ايكوالز كام؟ هي ايكوالز الاريا اوفر الاي البيز اللي هي كام؟ 96 اوفر ال 10 اللي هي 9.6 سنتيمتر. مش كده وبس، انا عندي الدي اف برضه هايت، والدي اف هي ايكوالز الاريا برضو اوفر البيز المرادي اللي هو الاي بي، والاي بي برضو ب 10 يعني 96 اوفر ال 10 اللي هي 9.6 سنتيمتر. اللي احنا ملاحظينه، ملاحظين ان الهايتس بتاعت الرومبس ايكوالز ان لينس، يبقى وي كان سي ذات ذا هايتس اوف ذا رومبس or equal in length. يلا نشوف اللي بعد كده. مديني الشكل ده، بيقول ان هو رومبس وبيقول لي البريمتر بتاعه 32. طب دي سهله، انا عارف ان البريمتر equal 4L، ومديني ده ب 7 ومديني الحته دي كلها ب 8. ناخد بالنا السهم من اول هنا لحد هنا يعني كل الدياجونال، لكن الدياجونال ده مديني نصه بس. عايز الايه؟ الهايت. طب الاول لازم اجيب الاريا. الاريا عندي equals 1 over 2 times d1 times d2 اللي هي equals 1 over 2 times d1 بكام؟ ب 8. طيب d2 بكام؟ ده 7 وهنا 7 يبقى 14. ده يديني 1 ده يديني 7 اللي هي 56 سنتيمتر سكوير. طيب عندي البريمتر اجيب ال L، وعندي البريمتر equals 4 times L، يبقى ال L بكام؟ ال L البريمتر over ال 4 اللي هي 32 over ال 4 يعني 8
سنتيمترز، والاريا عندنا بال تايمز اتش، يعني الاتش عندي بالاريا اوفر ال، اودي ده هنا بالديفيجن. الاريا عندي ب 56 والسايد لينس عندي ب 8، 56 اوفر ال 8 اللي هي 7 سنتيمترز. وبكده يا اولاد يبقى وصلنا لنهايه الليسون. ليسون سهل جدا، اتعلمنا فيه ازاي نجيب الاريا بتاعت الرومبس، وقلنا ان في عندي قانونين، قانون لو اعتبرته ان هو قريب من البيوجرام ان الاريا بتيكوالز البيس تايمز الهايت، والقانون الثاني لو اعتبرته ان هو قريب من السكوير بقدر اجيب الاريا عن طريق الدياجونالز، بقول ان الاريا ايكوالز هاف دي 1 تايمز دي 2. وعرفنا ان انا ممكن القانون ده اقوله بطريقه ثانيه اللي هي توايس الاريا ايكوالز دي 1 تايمز دي 2. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.